السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم. فيديو جديد ونهار جديد، وصفه جديده. نتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم تشوفوا هذا الفيديو. فيديو اليوم عباره على كما كتشوفوا معايا الفيديو، فقس بطريقه جديده وسهله وناجحه 100%. غنحضروا معكم، كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع وناجح 100% بلا ما تبيتوه بلا حتى شي حاجه. يعني كما غادي نحضروه غادي نقطعوه بلا ما نخليوه يبات الغدا ليه ولا، يعني في نفس النهار. بقاو معايا شوفوا الوصفه على بركة الله. عندي هنايا في المقادير كما كتشوفوا هنايا، عندي واحد كاس تاع الزيت، عندي لي ثلاثة البيضات هذا الحجم، عندي كاس سكر سنيدة بقى اختياري، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا. هنا عندي اللوز رطبته يعني في الماء واحد 6 سوايع ولا، وعندي القرقاع، وعندي الزنجلان، وعندي واحد الربع تاع الكاس هنايا تقريبا نتاع الحليب، يكون شويه دافي ماشي بارد، وخماره الحلويات. هادو هما المكونات تاع هاد الوصفه. وعندي هنايا شويه الروح تاع ما زهر، تقدروا تعوضوه واحد 3 المعالق كبار تاع ما زهر. انا درت هاد الروح كيعطي فيها النكهه زوينه وكتكون مجهده احسن من ما زهر العادي. اول حاجه غادي نديرو هنايا 3 البيضات، غادي نديرهم هنايا في هاد القصعه. نبداو كما العاده كنديرو، نبداو بالسوائل ومن بعد نمشيو داك الحوايج الناشفين تدريجيا. درت هنا البيض، طاحت لي واحد شويه نتاع البيض، نحيدها وعاد نضيف الزيت ونضيف نضربهم مزيان داك البيضات. تقدروا تضربو ديرهم في العجانه، من الاحسن يعني باليدين حسن، واللي غادي في العجانة ولا كل واحد الاختيار ديالو. غادي نضربها كامل مزيان كما كتشوفوا معايا الفيديو حتى ينسجموا مع بعضهم بعض. غادي نضيف داك الحليب، وما انا كنخلط في نفس الوقت كنضيف المكونات. غادي نضيف شويه هذا الروح تاع الماء زهر، ندير واحد الكميه قليله كيكون مجهده كيجي فيه زوين بزاف احسن من المزهر يعني داك العادي. هاد الروح كتكون مجهده، وهم هنا عندي معلقه كبيره بحاره المطبخ تاع الزبده. غادي نخلطهم وغادي نضيف الزنجلان، عندي نصف كاس كبير تقريبا، داك الكاس كبير، والسكر سنيده تقدروا تنقصوا ولا ديروه كامل، كل واحد على حساب الحلاوه اللي كيبغي في الحلوه. غادي نستمر في التحريك حتى ينسجموا جميع المكونات، وغادي نضيف الزنجلان، وفي الاخر يبقى لي خماره الحلويات والدقيق. الدقيق غادي نخليوه حتى الاخر، وغادي نضيفوه تدريجيا حتى نحصلوا على واحد العجينه ما تكونش قاسحه بزاف، باش هكا الفقس ديالنا من ندخلوه الفران ما يتشققش وما يتفرقعش هكا، باش ما يخرجش به، يعني باش من نجيو نقطعوه يقطعوه بكل سهوله. هنايا عندي اللوز غادي نخليوه حتى التالي. درك غادي نضيف فيه الدقيق كما قلت لكم تدريجيا خويا، وخمار الحلويات عندي فيها 10 غرام تاع الحلويات، غادي نضيفها كامله، ومن بعد غادي نضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصلوا على العجينه اللي بغينا، ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش رطبه، يعني نقدر نشكلوا بها دوك كيقولوا لهم تاع الفقاس، ما تكونش قاسحه بزاف وصافي، تكون شويه لينه. ودركا غادي نضيف الدقيق تدريجيا، وفي نفس الوقت كنبقى نجمع العجينه، ولا خصنا الدقيق نضيفوه حتى نحصلوا على العجين اللي بغينا. غنجمعو هنايا بيديا، غادي نستمر هكا كما كتشوفوا، نجمعو. البنات هي العجينه ديالنا من بعد ما جمعناها كيجي القوام ديالها على هذا الشكل، ما تجيش قاسحه بزاف وما تجيش خفيفه، باش هكا يجي الفقاس ناجح، ومن دخلوه الفران ما يتفرقعش هكا ويخرج به داك يعني من يديروا فيه اللوز والقرقع. غادي نقسمها على 3 ولا 4، عندي الربع نتاع البودان هكا، وغادي نسرحهم بالدلاك. غادي تشوفوا الطريقه اللي غادي نحضرها،
اول مره حقا اول مره درت هذه الطريقه، كنت مالفه ندير الطريقه المعتاده اللي كنحضرها كاملين، ولكن قلت نجرب هذه الطريقه، ولكن خرجت مزيانه يعني، خرج يعني بلا ما نبيتوه ما حتى شي حاجه يعني، كنحضروه في داك النهار نصاوبوه وندخلوه الفران، وفي نفس الوقت كنقطعوه بلا ما تحتاجي ديريه يبات ولا يعني، في نفس النهار تقطعيه وديريه يطيب، ما يصرالو حتى شي حاجه، لا تشققات ولا حتى شي حاجه، كيخرج زوين وناجح. هنايا سرحت العجينه كما كتشوف معايا، كنسرحوها وكنخليو السمك ديالها شويه غليظ ماشي رقيق بزاف. وغادي ناخذ اللوز والكركاع، تقدر تعوضوا باي حاجه تستغناو على الكركاع وديروا يعني الجوز هو كركاع، تستغناو عليه ديروا في وسطو اي حاجه عندكم، مكسرات اللي يكون عندكم في الدار. وغادي نستفو هكا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ديروا بالصف على شكل طولي هكا، ومن بعد غادي ندوروا العجينه كما غادي تشوفوا الطريقه، يعني سهله وناجحه 100%، كيجي زوين فقاس بها، وحتى يعني داك المكسرات كيجيو باينين حسن. هنا غادي نستف هذا الجوز على هذا الشكل، ونستمر على هذه الطريقه حتى نكمل يعني كاع داك العجين اللي عندي، حطو ما كان نزيرو عليهم شويه في العجينه باش يدخلوا لداخل، يعني صف نديرو لوز وصف راني نديرو الجوز حتى نكملوا كاع حد الصف. ولا بغيتو ديروه معمر كثر بهكا تقدروا ديروه تعمروا كاع داك كلشي يعني ما تخليوش كاع البلاص تقدروا، المهم انا ما عمرتوش بزاف، درت خليت شويه يعني البلاص ما بين داك اللوز والكركاع. غادي نستمر على هاد الطريقه البنات كما كتشوفوا معايا، حتى نبقاش الوقت نكملوا كاع العجينه ومن بعد ندوروها كما كتشوفوا هنا البنات على هاد الشكل. ومشاركت معكم جميع المراحل تاع الوصفه باش تشوفوها تجربوها علاش لا. كما كتشوفوا هنايا درتهم استفتهم هكا، ومن بعد غادي نكمل يعني نكمل كاع هاد البلايص اللي باقي، ونديرو بحال على شكل بحال العجينه ندوروها بها بداك يعني داك المكسرات اللي في الوسط. نستمع هاد الطريقه حتى نكمل كاع هادشي اللي عندي، وشاركت معكم هذه، ومن بعد غادي ندورها على شكل حرابيل هكا نحربلوهم، ونزيروا داكشي المكسرات لداخل مزيان مزيان باش يعني نثبتوهم باش ما يطيحوش ويعني يلصقوا في العجينه مزيانه. صايي هاد دركا غادي ناخذ العجينه هكا، واخا غادي راه درتها خفيفه ما درتلهاش لتحت البابي دو كويسون يعني شويه لصقت لي، مي معليش غادي نزيرها من بعد نثبتها كما كتشوفوا هكا. شفتوا حتى العجينه يعني ما درتهاش قاصحه بزاف، غادي ندور هكا على هذا الشكل على هذه الطريقه، ما حدني كندور وكنثبت داك المكسرات لداخل في العجين، ولا تقدروا تحيدوا داك الجوانب هكا اللي زايدين من الجناب كما بغيتوا، المهم تقدروا تحتفظوا بهم ولا تحيدوهم الا كانوا زايدين بزاف. غنثبتهم هكا بيديا مزيان داك الشيء اللي لداخل باش ما يخرجوش من يطيبوا على هذا الشكل، درتهم كما كتشوفوا هكا. غادي ناخذهم ونحطهم في الصني اللي غادي يدخل الفران، ونستمر هكا. درت انا ربعه يعني غادي ندير ربعه بهم، ما درتهمش كبار بزاف شويه صغار كما كتشوفوا هكا، ممكن واحد على حسب العجين اللي غادي يدير كثر تقدروا ديروا مقادير اكثر. المهم غادي نستمر هكا، درت عجينه اخرى دوكا درت بابي دو كويسون تحت باش هكا ما ياخذليش ما تلصقش بزاف فوق البلون. هنا كما كتشوفوا معايا البنات ضروري نثبتوا دوك يعني العماره لداخل تاع الفقاس، زيروهم مزيان، وهذا هو الشكل نتاعو كما كتشوفوا هنايا معايا كيجي على هذا الشكل. دوكا ندخلهم في نحطهم في الصني اللي غيدخل الفرن، وغادي ناخذ واحد اصفر بيضه وواحد نسكافي اللي غادي ندهنهم بهم باش يعطونا داك الذهبي من الفوق. وغادي تشوفوا معايا الطريقه، هنايا درت اصفر بيضه و نسكافي، وغادي ندهنهم مزيان من الفوق وندخلهم للفران، تنزينهم هكا بحت الفرشيطه من الفوق باش يعطيو داك الخطوط هكا يعني باش يجي محمر مقرمش كيجي داك الشكل من الفوق مزيين. درت هنا واحد نسكافي ماشي كامل واحد شويه وصافي، غادي نضربها مزيان
باش يعني تخلط هي وديك الصفار البيضاء على هذا الشكل، ويدخل الفرن مباشرة. مهم ضروري الفرن يكون بارد، يعني ما تشعلوش، ما يكونش سخون، يعني خليه يطيب، ما عادش يطيب كامل، يعني يطيب نص طيبه، يكش راسو عادي نخرجوه. كما كتشوفوا هنايا دهنتو على هذا الشكل، بعد ما دهنتو عادي ندير هكا خطوط بالفرشيطه، وعادي ندخله الفرن يتحمر، يعني اي شويه ماشي يتحمر، يعني يكش راسو، وبحال اللي بالداخل ما عادش يطيب بزاف، حتى من الفوق يعني يكش راسو ونخرجوه. ما عادش تشوفوا الشكل اللي عادي، وضروري الفران يكون مطفي، يعني عادي حتى نحط فيه الصينية عاد نشعلو. انا شعلته من الفوق والتحت كما كتشوفوا هنايا، من بعد ما كش راسو هاد الفقاس خرجتو كيجي على هذا الشكل. دوك عادي ناخذ واحد السكين يكون ماضي مزيان، وعادي نبدا نقطعوه باش ندخلوه عاود الفران باش يتحمر. هنايا من بعد ما خرجتو كنقطعو على هذا الشكل، ها هو، يعني واخا طاح لي ديك الفتات ولا تقريبا تاع ديك المكسرات وكلشي في الوسط، لحقاش درناهم هاك مجبرين كيتقطعوا في من كنقطعهم كيتقطعوا معاهم، ضروري كيكون شويه الفتات، ما الفقاش الحق ما تهرسو ما حتى شي حاجه، ما تهر يعني تخرج هذه الطريقه ناجحه ومزيانه. وحتى الداخل يعني راه عاد باقي ابيض، يعني ما تحمرش، غادي ندخلوه دوكا الفران باش يتحمر ويتقرمش ويعطي داك اللون الاحمر. ما كيطلبش وقت بزاف باش يتحمر، لحقاش راه طايب من الفوق وكلشي، يعني باش نحمروه كنقطعو هكا، يعني بطريقه نقطعو دقه وحده باش ما يتشققناش على هذا الشكل هكا. بعد ندخلها الفران يتحمر بسرعه، دوكا نشعل الفران باش في ساعه ياخذ داك اللون، يعني يطيب ويتحمر مزيان من الفوق لتحت، وغادي نتلاقاو من بعد باش نشوفو الشكل النهائي نتاعو من بعد ما يطيب. البنات ها هو الفقاس ديالنا من بعد ما طاب، ها هو الشكل النهائي نتاعو، كيجي هكا محمر مقرمش، كيجي فيه واحد الريحه زوينه، مذاق رائع جدا لشرب الشاي ولا القهوه هكا. نتمنى يعجبكم الوصفه نتاع اليوم. هذا هو الطبق التقديم بعد ما طيبناه، كيجي على هذا الشكل، كيجي روعه، ونتمنى تجربوه وتنجح معكم الوصفة. وإلا عجبتكم الوصفة طبعا ما تنساوناش اللايكات والاشتراك طبعا في القناة، وشكرا التعاليق، ولأول مرة يدخل القناة ما ينساش الاشتراك. ونقولكم إلى اللقاء وصفة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.